تعرف على القبيلة التي لا تعرف الرياضيات. بالرياضيات مش قصدي تفاضل وتكامل، بل لا تعرف العد وبتقدرش تعلمهم الحساب مهما حاولت. Guys, this is my mom's channel. She makes awesome videos. شعب الفيراها الأمازوني معزول وبيحكي لغة واحدة بس، بيعتمدوا على الصيد وجمع الطعام، عايشين زي الإنسان البدائي. لغتهم فيها ثلاث مصطلحات توصف الكميات أو الأحجام: القليل، البعض، الكثير. طب مش يمكن هاي الكلمات هي أسماء الأرقام عندهم، يعني بتعبر عن كمية محددة؟ لأنه لما حطوا قدامهم عدد من الأشياء تصاعدياً وتنازلياً، أعضاء القبيلة استخدموا الكلمات هاي الثلاثة لوصف الكميات نسبياً حسب السياق. يعني أوقات اعتبروا واحد قليل، ومرات اعتبروا سبعة قليل، أوقات عشرة كتير، وأوقات اثنين كتير. طب هل هذا الحكي يدعم فرضية النسبية اللغوية اللي بتقول إنه اللغة اللي بيستخدمها الشخص بتأثر على طريقة إدراكه وتجربته للعالم؟ خلينا ما نتسرع. يمكن انعدام أسماء الأرقام يأثر على قدرتهم على التعبير فقط، ومش على قدراتهم الحسابية الدقيقة جوا مخهم. عشان نعرف، العلماء عملوا اختبارات منوعة، جابوا عدد من كرارات الخيطان وصاروا يحطوها قدامهم، وفهموا أعضاء القبيلة إنه لازم يحطوا قدام كل واحد من الكرارات بلالين بنفس العدد. والتجربة انعملت بترتيبات مختلفة، تجارب ما بتحتاج ذاكرة وتجارب تتطلب ذاكرة، يعني يحطوا الكرارات قدامهم بس من وراء حاجز. شو كانت النتيجة؟ البيراهانيين ما نجحوا بالاختبار. أولاً، كل ما زاد عدد الكرارات اللي بتعاملوا معها زادت أخطائهم، وثانياً التجارب اللي بتحتاج منهم ذاكرة فشلوا فيها تماماً، مع تحفظي الشديد على كلمة فشل هنا. مش بس هيك، حتى بعد 8 شهور من محاولة تعليمهم العد عبث، مش قادرين يستوعبوا الفكرة. التجارب هاي استنتجت إنه الرموز اللغوية هي اللي بتسبب القدرة على العد والحساب الدقيق. بدون وجود كلمات للأرقام مثلاً، الإنسان يقدر الكميات نسبياً فقط، يعني إنه العد الدقيق مش إشي فطري عالمي موجود بكل اللغات زي ما كانوا مفكرين، إنما هو اختراع، تكنولوجيا إدراكية مفيدة للبقاء. طيب، هل هذا يعني إنه النسبية اللغوية صح؟ برضو مش بالضرورة، لأنه هذا كله مش دليل إنه البيراها إدراكهم وتجربتهم للوجود مختلفة عنا جذرياً. بعدين فكر فيها، إحنا ليش بنخترع كلمات؟ عشان محتاجين نستخدمهم. القبيلة هاي ما عندها صناعة ولا تربية مواشي ولا زراعة، عندهم زراعة بس بدائية جداً جداً، بالتالي ما في عندهم تراكم للثروات. واحد من الفرضيات بيقول إنه العد بالتحديد كان أحد نتائج الثورة الزراعية اللي سببت ظهور الثروة، وبالتالي ظهور الحاجة للتعامل معها. وأخيراً، بحب أشوف دراسات على أطفال البيراها، لكن القبيلة بتفضل إنها تضل معزولة وما تختلط على العالم الخارجي. أنت لو صح لك ما تختلط بالحضارة بتقول لا؟ إيش رأيكم؟ اكتبوا لنا.